الدعوة العامة إن بتنقضي الدعوة العمومية في الجنايات بمضي 10 سنوات. يعني لو ارتكب جريمة من الجرائم المال العام ولم تتخذ الإجراءات لمدة 10 سنوات تسقط الجريمة، وفي الجنح ب3 سنوات، وفي المخالفات ب1 سنة. أيضا الفقرة الثانية من المادة المذكورة برضو نصت على أنه لا تنقضي بمضي المدة في نوع معين من الجرائم، وهي المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 من قانون العقوبات. ايه المواد دي؟ وايه الجرائم المنصوصة في المواد دي؟ حضراتكم المادة 117 الموظفين العموميين اللي بيشغلوا بالصخرة عمال من العمال لديهم صخرة، يعني في أعمال خاصة بيصخروهم زي ما يشغلهم في البيوت عندهم وهم موظفين عموميين، وبيستغلوهم أو بيشغلوهم يمسحوا أو ينظفوا أو يبنوا لهم بيت أو من هذا الكلام. ده بنسميه شغل الصخرة، اللي هو يعني شغل بدون مقابل وبدون شيء، هو بيستغل صفته كموظف عام وبيشغل الناس دي بالصخرة. النوع الجرائم دي لا تنقضي بمضي المدة أو بأي مدة من المدد، لا بتفضل مستمرة ولا تنقطع المدة المسقطة لهذه الجرائم. الأمر الآخر المادة 126 برضو أيضا هنا لا تنقضي بمضي المدة الجرائم اللي بتقع تطبيقا لنص المادة 126، وهي التعذيب أو الإكراه، اللي بيعذب حد يكون مأمور سجن أو مأمور اسم، ويعذب حد أو يكرهه على شيء أنه يعترف على أمر معين بالإكراه أو بالتعذيب. الجريمة دي لا تنقضي تطبيقا لنص المادة 126 من قانون العقوبات، لا تنقضي، تفضل موجودة عادي، تفضل موجودة مدى المدد خالص، لا تنقضي بأي مدة من المدد. الأمر الآخر المادة 127 أيضا هنا من قانون العقوبات، مادة 27 اللي هي إيه؟ اللي هي صدر على واحد حكم 3 سنوات ودخل السجن، فمأمور السجن استغل سلطته كموظف عام، وبدل ما يخليه مثلا 3 سنوات راح مخليه يقضي 5 سنين أو 7 سنين، يعني يخليه يقضي مدة أشد من المدة المحكوم بها على هذا الأمر. أمر آخر المادة 282 برضو دي لا تنقضي الجريمة ديت بمضي المدة، وهي الجريمة اللي هي إيه؟ اللي هي القبض على حد بدون وجه حق، يعني لو ضابط قبض على حد غير وجه حق من غير وجه حق وحبسه بدون مبرر، هنا لا تنقضي الجريمة دي أبدا مهما مضى عليها من الزمن، ويبقى من حق اللي اتقبض عليه بدون وجه حق انه يرفع الدعوة على هذا الضابط اللي قبض عليه بدون وجه حق. 309 ايضا هي اللي هي التعذيب بقصد او الاكراه بقصد الانتزاع الاعتراف، برضو ديت لا تنقضي ايضا. حضراتكم المادة الأخرانية بقى اللي هي 309 دي كلهم إيه بقى؟ هنا الفقرة الثانية من المادة المذكورة اللي هي المادة الثانية من المادة الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون من قانون الإجراءات من قانون العقوبات. الفقرة الثانية دي اللي هي إيه؟ اللي هي
ان واحد يسجل لواحد ويهدده بالتسجيل، يعني واحد يسجل لواحد اقواله او اعترافه بشيء معين ويبدا يهدده بهذا التسجيل بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني وبدون صدور قرار من السلطة العامة أو من الجهة التحقيق أو الجهة القانونية. دي لا تنقضي الجرائم دي بمضي المدة.